فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وكذلك الأكل من الطعام الذي يعد في ذلك؟ هذا جرى التنبيه عليه بكثرة، وفي خطب الجمع وفي الإذاعة ووسائل الإعلام، بلغ يعني بلغت الحجة. ما يجوز لأحد أن يحتفل بالمولد النبوي وهو يسمع المنع، لا يجوز له هذا، هذا متعمد يصير معاند، لا يجوز له، هذا بدعة، لا يجوز الاستمرار عليه، ولا الأكل من الطعام لأنه مصنوع للبدعة، يشجعهم على ذلك، يوافقهم، إذا أكل معناه أنه وافقهم. نعم.